خلينا نفتكر مع بعض تاني المعادلة الوهمية اللي احنا كتبناها في يوم من الايام، تقول ام بتساوي اي اي على رو. كتبناها دي ولا ما كتبناهاش؟ مش كده؟ وقلنا برضو ان اخواننا بتوع الماثيماتكس كتر خيرهم قالوا لنا ان واحد على رو is good enough to be represented as d2v by dx2 where v is the equation of the elastic curve. شوية كلمات كده عايزين نعبر عنها بقى مع بعض. خلاص تعال نروح للبيم تاني، تعال نتكلم على البيم اللي ايه ماسكه معانا جزء كبير من الكورس ده. ساي ان احنا عندنا بيم بالشكل. هنا انا افترضت اكزامبل ان هي متثبته من ناحيه الشمال، يعني كانتيليفر بي. اوكي باي ذا واي، كانتيليفر يعني من ناحيه فيكس ومن ناحيه فري. لما اقول كانتيليفر انا قلت لك التو باوندريز شكلهم ايه، تو سبورت شكلهم ايه، كانتيليفر. نعم دي فيكس من ناحيه او فري من ناحيه. لما اقول سمبلي سبورتد تبقى فين رولر من ناحيتين. دول تعريفين ايه يعني مفروض كده يبقى جزء من الفوكابلري بتاعنا. خلاص whenever I say cantilever you know what cantilevers look like. اوكي مهم دلوقتي if there exists any kind of loading distributed concentrated moment blah blah اي ايه تحميل على البين ده خلاص هيحصل له deflection. مش كده say ان الديفليكشن ده ممكن نرسمه ساي بحاجه زي كده. طبعا ده المفروض اكزاجيريتد قوي، ما بيحصلش عندنا ديفليكشن بالشكل ده خلاص. لكن علشان نشوفه لازم ايه نضربه في عشرمية. يعني ساي مثلا واحد واقف هنا واحد بيزق من هنا كده، فبالتالي شكل البيم بعد الديفليكشن هيبقى حاجه زي كده. صح؟ لما نيجي نبص على الديفليكشن بتاع البيم ده نلاقي مبدئيا ان كل نقطه لها its own displacement its own deflection from the original point. صح كده؟ فبالتالي لما بنيجي نتكلم على الديفليكشن بتاع البيم بنقول can we describe it in a function ولا لا؟ والفانكشن دي هتقول ايه؟ اولا هنقيس الديفليكشن as كل نقطه اتحركت من مكانها قد ايه. وخلي بالك انا هنا بلفتك كده وقمت راسم المسافة اللي اتحركها السنتر لاين. صح؟ طب هو الأبر سيرفس واللور سيرفس مش اتحركوا؟ طب ليه ما حطيتهمش في اعتباري؟ طيب عايز كلمة أحسن أو يعني تعبير أحسن مش كلمة. لما ببص على البيم بعتبره صحيح لودد لاترالي، زي ما بنقول مثلا البيم دي في واحد بيزق كده وواحد بيزق كده مثلا. اوكي لكن بقول ان الثيكنس ما بتتغيرش. اوكي اكشلي لترالي بتتغير لان يعني في حته كومبريشن وحته تنشن وحته مش عارف ايه. صح لكن
I can assume إن ال changes اللي في thickness أقل بكتير من ال deflection, ف I don't really care about them. Does this make sense? ها؟ أبسط حاجة البيم اللي قاعدين المسكينة اللي قاعدين إيه نعوج فيها ونعمل لها bending بقالنا كام أسبوع دي, حد فيكم يقدر يكليم إنه يقدر يقيس قد إيه thickness بتاعتها قلت أو زادت؟ At least relative للديفليكشن اللي احنا قاعدين بنعمله. فا it makes sense ان احنا نقول ان الثيكنس ما بتتغيرش, مش كده؟ وبالتالي لو انا عرفت السنتر لاين اتحرك قد ايه, I can claim ان النقط اللي فوقيه طلعت معاه والنقط اللي تحتيه كمان طلعت معاه, مش كده ولا ايه؟ بما ان الثيكنس متغيرش فالريلاتيف بوزيشن بتاعهم ثابت, مش كده؟ موافقين يا شباب على الكلام ده؟ طيب يبقى if I can describe the deflection بتاع the center line I can describe the deflection of the whole beam ولا لا؟ خلاص؟ That's why we focus على the center line. Actually كنا زمان يعني ولغاية دلوقتي كان دوت ما بنرسمش البيم كده بثيكنس, نرسم خط because all what I care about is الخط. ولو افترضت ان انا اللي ماسكه بدل المسطرة T ماسك مسطرة ستينلس ستيل, basically انا بلعب في الخط, مش كده؟ الثيكنس بتاعتها ولا حاجة, صح؟ طيب فجينا نديسكرايب الديفليكشن at any point, قلنا ده V of x. لو تفتكروا البار سميناه يو, صح؟ فاكرين دي ولا لا يا جماعة؟ افتكر معايا كده الكلمتين اللي قلناهم على البار في يوم من الايام, قلنا الديفليكشن بتاعه سميناه ساعتها يو. I intentionally use that letter. ده اللي بنستخدمه عادة للديفليكشن في الستركتشر. يو في اتجاه الاكس, V في اتجاه الواي, و W في اتجاه الزد. اوكي؟ مش كده هتلاقيني انا كتير قوي بميل لان انا اشتغل ان W هي اللاترن. بيزيكلي ده ليه؟ لان تاريخي انا يعني في كام سنة اللي فاتت دي بشتغل بليت. والبليت بناخد X و Y وبعدين الزد هو اللاترن ديفليكشن. عشان كده W بالنسبة لي هي الدارجة. لكن strictly speaking لو بتتكلم generally اي ستراكشر, العرف بين الناس بتوع الميكانكس والماتيريال يو مع اكس, في مع واي, دبليو مع زد, حتى ترتيبهم كده اكس واي زد يو في دبليو, صح؟ تمام؟ طيب يبقى if I can evaluate radius of curvature I can evaluate the curvature, صح؟ خلي بالك لو رو دي راحت لإنفينيتي يعني ايه؟ يعني straight line, مش كده؟ والstraight line السكند derivative بتاعه كام؟ زيرو, خلاص؟ وأي بيم في الدنيا مش ممكن الرو بتاعته تبقى صفر, لان عشان الرو تبقى صفر يبقى اتكسر, وفي الحالة دي دخلنا في مسألة تانية. تخيل كده عشان الرو صفر يبقى هتعمل ايه كده, صح؟ ولو عملنا كده يبقى البيم اتكسر ولا لا؟ شوف common sense, صح؟ يبقى رو cannot go to zero وبالتالي second derivative cannot go to infinity physically. ماثيماتيكالي مفيش حاجة تمنع, لكن فيزيكالي doesn't make sense. دخلنا في مسألة تانية, الموديل بتاعنا ما يشتغلش, خلاص؟